شكو صار شبيه محمد؟ شو بنتظن اليوم؟ شنو وطن ضايع؟ يا هديج وكفى أربع صار. اختتمت في محافظة المثنى فعاليات المهرجان السينمائي التربوي الثامن للفيلم الروائي القصير المنظم من قبل وزارة التربية بمشاركة مديريات النشاط المدرسي من جنوب ووسط وشمال العراق متمثلة ب17 مديرية. تمت استضافة تربية المثنى الفيلم الروائي القصير. المديريات اللي مشاركه 17 مديريه والافلام 17 بالاضافه للفيلم اللي انعرض بالافتتاح. الهدف من اقامه مثل هكذا مهرجانات اولا هي تمثل نقله نوعيه في السينما العراقيه ويقارع المهرجانات السينمائيه العالميه. كذلك هو لقاء جميل للفنانين والتلاميذ من مختلف أنحاء محافظات العراق. نشكر محافظة المثنى اليوم لاحتضانها هذا المهرجان. اليوم المثنى هي عراق مصغر لكل المحافظات مشاركة به. الأعمال المشاركة تنوعت بمضامينها ومعالجاتها الدرامية حيث استطاعت لفت الأنظار لها من خلال الموضوعات المختلفة التي تم الاشتغال عليها وطرحها بشكل سينمائي والتي هي من وحي اليوميات. من ضمن هذه المخاطر اللي تعالجها الأفلام مخاطر التدخين لدى الأطفال وكذلك مخاطر المخدرات التي بدأت تهتك بالمجتمع. الشباب هم رافد المستقبل وأكيد عيوننا لهم وعقولنا تنصب بخدمتهم. تلعب السينما دورا مهما وعلى نطاق واسع، فالفن السابع يجمع الفنون جميعا في اشتغال فني واحد وهو ما يجعل منه رافدا تثقيفيا واسعا. لبرنامج صباح الخير يا عراق، فرح الجبوري، المثنى.